قول الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من فوائد هذه الآية أن قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هي في حق كل مؤمن، سواء كان من مؤمني العرب أو من مؤمني أهل الكتاب، خلافا لمن قال إن هذه الآية يعنى بها مؤمن أهل الكتاب. والصواب أن هذا عام. لما؟ لأنه لا يمكن أن يتحقق الإيمان بالغيب، ولا يمكن أن تتحقق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلا إذا آمن الإنسان بما أنزل الله عز وجل من الكتب.